كنت أقلب في أوراق والدي فرأيت عددين من جريدة العروة الوثقى، فقرأتهما بشوق ولذة، ففعلا في نفسي فعل السحر، وطفقت أبحث عن سائر الأعداد، فانتقلت بذلك إلى طريق جديد في فهم الدين الإسلامي، وهو أنه ليس روحانياً أخروياً فقط، بل هو دين من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة في الأرض بالحق، ليكون خليفة الله في تقرير المحبة والعدل. في أواخر القرن التاسع عشر لقبت الدولة العثمانية برجل أوروبا المريض بسبب ضعفها وهزائمها، ما ولد شعوراً عارماً بضرورة التحديث ومواكبة الأمم، وبرزت شخصيات دعت إلى الجمع بين الإصلاح الديني والسياسي معاً، وكان من بينهم محمد رشيد رضا، أحد أبرز رجال النهضة الإسلامية وعلم من أعلام العرب في القرن العشرين. مثلت أعماله نموذجاً مميزاً جمع بين رجل الدين الإسلامي المجدد ورجل الصحافة الموسوعي. كانت مجلته المنار على مدى عقود ثلاثة مرجعاً دينياً وسياسياً واجتماعياً لتاريخ المنطقة، وصوتاً داعياً للتجديد والإصلاح. سجل رشيد رضا مذكراته في عشرات المقالات، أودع في ثناياها أحداث تجربته الطويلة في السياسة والصحافة، راوياً خلاصة رحلاته التي طاف فيها أرجاء العالم من الهند حتى أوروبا، لتصبح المجلة وثيقة شخصية شاهدة على حياة محررها وأحداث زمانه الكبرى. الشيخ رشيد رضا اتولد في قرية القلمون في طرابلس الشام في عام 1865. نمى عنده المقدرة الدينية والعلمية بأشكال مختلفة. نجد على سبيل المثال أنه درس في المدرسة الوطنية، تتلمذ على شيوخ طرابلس في تلك الفترة، أهمهم الشيخ حسين الجسر. الشيخ رشيد رضا وهو في القلمون يروي قصة أنه في أثناء البحث في بعض الأوراق والده وجد نسخة من العروة الوثقى، والعروة الوثقى هي المجلة التي أصدرها الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغاني في باريس. فيقول إنها كانت بالنسبة له حينما قرأ هذه المجلة كانت بالنسبة له كالصعقة الكهربائية، وكان يحلم أن يقوم بإنشاء مجلة تؤثر على العالم الإسلامي مثلما أثرت العروة الوثقى. رشيد رضا نشط فكريا وسياسيا أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. هذه مرحلة تحددت فيها مصير الدولة العثمانية ومصير الشرق العربي. أحداث المصيرية التي حصلت في تلك الفترة أحداث مهمة، يمكن أن نقول أنها غيرت العالم الإسلامي وخاصة العالم المشرقي، الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام وتركيا. انعكس الواقع الصعب الذي تعيشه الدولة العثمانية على السياسة الداخلية التي تميزت أيام السلطان عبد الحميد الثاني بالتشدد والقسوة تجاه الأصوات المطالبة بالتحديث. ما اعتبره رضا من أكبر العوائق أمام رؤيته الإصلاحية، فسعى بعد نيله شهادة العالمية في العلوم الشرعية إلى البحث عن مكان يستطيع فيه تحقيق حلمه. يروي رشيد رضا مشاعره إبان اتخاذ قرار المغادرة إلى مصر عام 1898. ما انتهيت إليه في وطني من تربية صوفية وشهرة علمية وأدبية أشعرتني بأنني مستعد لاستزادة من العلم والاختبار لا أجدهما في وطني، وأنني قادر على خدمة ديني وأمتي بما لا تبيحه سياسة الحكومة في بلادي. فعزمت على الاتصال بالسيد جمال الدين الأفغاني لتكميل نفسي بالحكمة والجهاد في خدمة الملة،
فلما توفاه الله تعالى إليه واشتهر أن سياسة السلطان عبد الحميد هي التي قضت عليه، ضاقت علي المملكة العثمانية بما رحبت، وعزمت على الهجرة إلى مصر لما فيها من حرية العمل واللسان والقلم. فأول هاجس لرشيد الرضا كان التعرف على محمد عبده. محمد عبده بعد تجربته في الثورة العرابية ونفي آنذاك، عندما فشلت الثورة العرابية نفي إلى بيروت، ثم عفى عنه الخديوي فرجع إلى مصر. كانت خطته، خطة محمد عبده، التخلي التام المطلق عن السياسة. كره السياسة والتزم بخط إصلاحي محض بحت يقوم بشكل أساسي على الإصلاح الديني والتربية والتعليم. كان رشيد رضا قريبا من الرؤية الإصلاحية للشيخ محمد عبده، أو كما يسميه الأستاذ الإمام، لكنه حافظ على رؤيته الخاصة كذلك. يروي رضا كيف حذره عبده من احتمالية فشل مشروعه بإصدار مجلة مستقلة في القاهرة، معتبرا أن الجرائد والمجلات عادة ما تكون تابعة لحزب أو لآخر، إلا أن رشيد رضا أصر على تحقيق حلمه، وتمكن خلال أشهر قليلة بعد وصوله إلى مصر من إصدار العدد الأول لمجلة المنار، ليبدأ رحلته في الصحافة الإسلامية التي أصبح منشئ المنار علما من أبرز أعلامها لعقود تالية. هذا صوت صارخ بلسان عربي مبين، ونداء حق يقرع مع سمع الناطق بالضاد مسامع جميع الشرقيين. ينادي من مكان قريب يسمعه الشرقي والغربي، يقول: أيها الشرقي المستغرق في منامه، المبتهج بلذيذ أحلامه، حسبك حسبك، فقد تجاوزت بنومك حد الراحة، وكاد يكون إغماءً أو موتاً زؤاماً. تنبه من رقادك وامسح النوم عن عينيك وانظر إلى هذا العالم الجديد. في الحقيقة مجلة المنار في بداياتها لم تكن ناجحة، حتى إن بعض المشتركين في المجلة كانوا يردونها إلى مكتب أو إلى بريد الشيخ رشيد رضا، فهي لم تلقى النجاح المطلوب في بداية حياتها. لكن بنجد إن تقريباً في 1903 يبدأ يحصل تحول كبير جداً في مجلة المنار على إثر نقاش بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون حول مسألة الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية. الشيخ رشيد رضا يبدأ ينشر بعض المقالات رد الشيخ محمد عبده على فرح أنطون، وهنا يكتب يعني تاريخ آخر لمجلة المنار، وتصبح إن حتى المشتركين الذين سحبوا اشتراكاتهم أو الذين لم يشتركوا كانوا يطلبون من الشيخ رشيد رضا الأعداد الأولى التي لم تردهم أو لم يقرأوها. كانت مصر آنذاك ترزح تحت قيد الاحتلال الإنجليزي، إلا أن رشيد رضا تأثر بمواقف شيخه محمد عبده الذي كان ينظر إلى الاحتلال الإنجليزي لمصر بطريقة مختلفة. يروي رضا أحد المواقف التي صرح فيها شيخه محمد عبده بأن الإنجليز من أشد خلق الله احتراماً لحرية الضمير والاعتقاد، ويصف فيها المندوب السامي البريطاني اللورد كرومر الذي كانت تجمعه بعبد علاقة طيبة بصاحب التربية الإنجليزية العالية. يعني لم يكن مفهوم الاستعمار آنذاك مستوعبا في العقل العربي، في الثقافة العربية إجمالا. من هنا يعني أفسر يعني هذا الرهان على الإنجليز وعلى الغرب وعلى أوروبا، لكن التجربة التاريخية تعلم. فشيئا فشيئا انكشف مفهوم الاستعمار أنه ليس استعمارا بمعنى تعمير الأرض كما شرح رشيد رضا في بعض مقالاته، لكن سيتبين فيما بعد أنه في وهم حول هذه الفكرة، أن الاستعمار يعمل لمصلحته، فمفهوم المصلحة لم يكن مستوعباً آنذاك عند رشيد رضا وعند غيره. بعض الناس تلوم على الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا أن هذه خيانة، أن أنت تتعامل مع المحتل، لكن هم كانوا ينظرون
بنظرة أخرى، وهي أنك يجب أن تنفذ الإصلاح. هؤلاء هم الساسة، هؤلاء هم من ينفذون أفكارنا، وإن عاديناهم فلن ننفذ شيئا، فيجب أن تتعامل مع الأمر الواقع وإصلاح ما يمكن إصلاحه. بقي رضا مخلصاً لنهج أستاذه الإمام حتى غيبه الموت عام 1905، ليبدأ بعدها في بناء خطاب أكثر تمايزاً عن شيخه عبده وسلفه الأفغاني، وتصبح السياسة أكثر حضوراً على صفحات مجلة المنار. كان رشيد رضا يسعى إلى إصلاح الدولة العثمانية من خلال تقييد الحكم الفردي فيها، فشارك في العديد من النشاطات السياسية، وانخرط في جمعية الشورى العثمانية، وأعلن تأييده لإعادة تفعيل الدستور العثماني عام 1908. لكن تمكن الاتحاديين من مفاصل الدولة وارتفاع حدة الخطاب القومي التركي ساهم في صعود بعض الأصوات العربية المضادة للترك. سافر الشيخ رشيد رضا عام 1909 إلى الأستانة ليحاول التقريب بين الطرفين، محذراً من تبعات انتشار الخطاب العنصري بين الأتراك والعرب. رشيد رضا مع الخلافة العثمانية، ولكنه ليس مع التتريك، هو مع الشراكة العربية التركية في صيغة موحدة هي الخلافة العثمانية. وهنا يجب أن نميز بين العثمانية وبين التركية. فالعثمانية آنذاك ضمت العرب والأكراد والأرمن، يعني كل وفقا للدستور العثماني كل من ينتمي إلى دولة بني عثمان هو عثماني. سليمان البستاني كان يعتبر نفسه وهو مسيحي عثمانياً بعد الدستور، وفرح كثيراً بالدستور على أن العثمانية أصبحت جنسية، أصبحت ناسيوناليتي. إن تنفير العرب من الترك مفسدة من أضر المفاسد، وإننا في أشد الحاجة إلى الاتحاد بالترك والإخلاص لهم، لأن مصلحتنا ومصلحتهم في ذلك، فمن يسعى في التفرقة بيننا وبينهم فهو عدو لنا ولهم، ويجب أن نكون الآن من أشد الأعوان لجمعية الاتحاد والترقي على بث روح الدستور في جميع الطبقات، ورقباء على الحكومة في سيرها وأعمالها حتى ترسخ فيها الديمقراطية وتسير بعد اجتماع مجلس المبعوثان على الأصول الدستورية. كان يؤمن بفكرة اللامركزية، لذلك كان منخرطاً فيما نعرفه حزب اللامركزية العربي. معنى ذلك أنه كان فكرة الحفاظ على هوية الخلافة هذا شيء، وخلق استقلال عربي شيء آخر. يعني هو يؤمن بدور الخليفة، أنه هو الموحد لفكرة الجامعة الإسلامية، وفكرة السلطنة العثمانية يجب أن تبقى، لكن من الناحية السياسية يجب أن توفر السلطنة العثمانية الجو المهيئ لخلق استقلال إداري وسياسي للمناطق العربية. هذه هي الفكرة التي نمت في عقل الشيخ رشيد رضا ودائرته من 1908 إلى الحرب العالمية الأولى وما بعدها. اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، ومع دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب الألمان، نالت الولايات العربية نصيبها من الحرب والقمع، خاصة بعد تولي جمال باشا الحكم في بلاد الشام، الذي رسخ بمماراساته حالة الاحتقان والغضب ضد الاتحاديين، فتعالت الدعوات إلى الثورة على حكومة الاتحاد والترقي. كان رشيد رضا لا يزال في مصر آنذاك، إلا أن جمال باشا أصدر ضده حكماً غيابياً بالإعدام عام 1915 لاتهامات وجهت له بالتعاون مع بريطانيا. لكن تقريراً للدبلوماسي البريطاني الشهير مارك سايكس يكشف مدى بعد اتهامات الاتحاديين عن موقف رضا من البريطانيين آنذاك. يروي سايكس كيف التقى بالشيخ رشيد رضا في يوليو 1915 مسجلاً تقييمه لشخصيته وموقفه من البريطانيين. الشيخ رشيد رضا هو أحد زعماء فكرة الجامعة العربية والجامعة الإسلامية، مسلم صعب، متعصب، لا يتساهل، وتنطلق أفكاره من باعث رئيسي هو التوق لتحويل الإسلام إلى قوة سياسية
في أوسع مجال ممكن. إن غطرسته الفكرية في تقديري يمكن أن تعزى بالدرجة الأولى إلى الاعتقاد بأن بريطانيا العظمى تخشى الإسلام. وإزاء جماعة من هذا القبيل يمكن القول بأن القوة هي الحجة الوحيدة التي يمكن أن يفهموها. قد يكون من الأسئلة التي تطرح للبحث، هل يعني أراد البريطانيون استخدام الشيخ رصير لدعايتهم أم لا؟ هل 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 فعلا عرضوا عليها أن تستخدم المجلة للدعاية؟ وخاصة أن في تلك الفترة نعرف أن البريطانيين كانوا مشغولين بفكرة الدعاية البريطانية ضد الدعاية الألمانية في الحرب العالمية الأولى، لأن الألمان كانوا ينزلون بثقلهم في العالم العربي بحملة دعائية التي أيضا قادها العثمانيون في مسألة الجهاد، فكرة الجهاد نفسها. هل أراد البريطانيون أن يستخدموا الشيخ رشيد رضا ولم يستطيعوا ذلك؟ هذا سؤال يعني جدير بالبحث. فعندما نشبت الحرب العالمية الأولى وهزم جمال باشا 1916 في سيناء وتراجع جيشه، ففي قنصلية بيروت وقعت في يديه مراسلات بعض النخب العربية مع فرنسا ومع بريطانيا. عمل جمال باشا محاكم عرفية آنذاك، وكان ضحية يعني هذا الحدث أنه أعدم عدد من النهضويين من المفكرين، وكان بينهم يعني شخصيات بريئة. عام 1916 انطلقت الثورة العربية على يد الشريف حسين في الحجاز، وفي ذلك العام حج رشيد رضا وأعلن تأييده للثورة، محذراً في الوقت ذاته من الإنجليز والثقة بهم. وبعد قرابة سنتين من المعارك دخلت قوات الأمير فيصل دمشق في أكتوبر 1918 منهية قروناً أربعة من الحكم العثماني، لتضع الحرب العالمية الأولى أوزارها في الشهر التالي. عاد رشيد رضا إلى سوريا في سبتمبر 1919 وانضم إلى المؤتمر السوري العام في دمشق ممثلاً عن طرابلس، لكن مساعي الأمير فيصل بتحصيل الاستقلال لدولة العرب في مؤتمر السلام بباريس باءت بالفشل، وبات مقتنعاً بأن الإنجليز موافقون على تسليم سوريا للفرنسيين تنفيذاً لاتفاقية سايكس-بيكو. بعد ما انكشفت اتفاقية سايكس-بيكو التي هي مؤامرة، تسرب أيضا خبر وعد بلفور، تبين أن الإنجليز كاذبون. ومن هنا بدأ يتبلور وعي رشيد رضا ضد الاستعمار الأجنبي. يعني بعد سايكس-بيكو في تحول أساسي في فكر رشيد رضا حيال الغرب، الغرب الكولونيالي الاستعماري بدأ يتجسد في المنظومة الفكرية عند رشيد رضا. يروي رشيد رضا كيف كان أول من اقترح إعلان استقلال سوريا ووضع الحلفاء تحت الأمر الواقع كمخرج للأزمة السياسية آنذاك. وبالفعل أعلن المؤتمر السوري العام في 8 من آذار عام 1920 استقلال سوريا وتنصيب فيصل ملكا عليها، وفي 5 من أيار أصبح رضا رئيسا للمؤتمر السوري، لكنه سرعان ما سيختلف مع الملك المتوج حديثا حول صلاحيات المؤتمر ودوره في الدولة. قال فيصل: أنا لا أقبل أن أعطي هذه السلطة لهذا المؤتمر، إنه ليس بمجلس نيابي. قلت: بل هو أكبر من مجلس نيابي. قال الملك: إنه لا شأن له وأنا الذي أوجدته. قلت حينئذ: بل هو الذي أوجدك، إنك كنت قبله قائد جيش الشرق التابع للورد أليمبي القائد العام للجيش الإنجليزي، فجعلك هذا المؤتمر ملكا لسوريا. والمؤتمر قد اجتمع وأثبت أنه ممثل للشعب السوري وموضع ثقته، وأيده زعماء البلاد، ونيط به إعلان استقلال سوريا الطبيعية التام المطلق وجعلها حكومة ملكية نيابية. فهل يصح أن يغمض حقه وأن يقع الشقاق بينه وبين الحكومة من أول وهلة؟ فنكون مضغطا في الأفواه وحجة للأجانب على أنفسنا بأننا لا نصلح للاستقلال؟ هذا ما لا ترضاه يا مولاي. رشيد رضا
فهم تركيبة هذا المؤتمر أنها تركيبة برلمانية، في حين فيصل اعتبر هذا المؤتمر هو مجلس أعيان بايعوه بمفهوم البيعة. المؤتمر هون كبرلمان يحاسب، لكن كمجلس شورى مبايع للسلطان، مبايع للملك يؤيد. فالبرلمانية تقوم على الانتخاب، لكن الانتخاب الذي يقوم على الاقتراع، اقتراع الأمة. من هنا يعني هذا الالتباس، في هون فهمين لهذا المؤتمر، فهم فعلا مرتجى عند رشيد رضا، وفهم قائم عند فيصل. وقد اقترح بعض أعضاء المؤتمر من غير المسلمين في هذه الجلسة أن ينص في قرار المؤتمر على أن حكومة سوريا المتحدة لا دينية، أي لائكية، ووافقه بعض المسلمين الجغرافيين، وعارضه آخرون مقترحين أن ينص فيه على أنها حكومة إسلامية عربية أو دينها الرسمي الإسلام. واحتدم الجدال، فلم أرى مخرجاً من هذه الفتنة إلا اقتراح السكوت عن هذه المسألة، فوافق الأكثرون على هذا الرأي والاكتفاء باشتراط أن يكون دين ملكها الرسمي هو الإسلام. بعض الباحثين ينظرون أن هناك يعني شيء من التناقض بين رشيد رضا الذي يكتب في المنار ومشاركته في الدستور السوري، لكن من وجهة نظري أن الشيخ رشيد رضا في هذه الفترة الأساسية المهمة في تاريخ سوريا كان يلعب دور، خلينا نقول، الوسيط بين جانبين. الجانب الأول هم جانب ما نحن نسميه الآن الليبراليين، الذين يؤمنون بحرية الدولة والدستور وحرية المواطن وما إلى ذلك. على الجانب الآخر فيما يسمى التقليديين، الذين بالفعل يريدون وضع الشريعة كأساس من أسس هذا الدستور. يسجل لرشيد رضا أولوية فكره الدستوري بهذا المعنى. يعني أنا أفسر يعني موقف رشيد رضا من الدستور، وإن بدا هذا الدستور بالنسبة لقارئ اليوم أنه علماني، الدستور كان يعني محطة أساسية، محور أساسي، قطب أساسي في الفكر العربي والإسلامي آنذاك، وهذه تسجل فعلا لزمن النهضة. ورغم حرص رشيد رضا على توحيد مواقف السياسيين المختلفين، إلا أنه يسجل رؤية نقدية لبعض ممارسات الملك فيصل وحاشيته. علمت أن أمين صندوق البلاط الملكي سرق دفتر يومية البلاط، وأن فيه قيوداً لما كان يبذله فيصل لإعانة العصابات، وفر الجاني ولم يبحث عنه أحد، ولا يختلف اثنان في أنه أعطى الدفتر للفرنسيين. ولقد كان هذا الدفتر أكبر حجج الجنرال غورو في إنذاره الطاغي المرهق الذي أنذر به الملك فيصل زحفه على الشام، وقد كنت أسمع أخبار بذل فيصل المال للعصابات التي تخرج على السلطة الفرنسية، فلا أكلمه في شيء من ذلك لاعتقادي أنه من العبث. ضمن الأشياء التي كان ينصح بها رشيد رضا الملك فيصل في تلك الفترة ألا يستخدم مفهوم حرب العصابات، يعني هو يذكر ذلك أنك يعني تمويل بعض هذه الجماعات التي تحارب الفرنسيين على غرار ما يسمى بحرب الشوارع، هذا سيؤدي بالقضية السورية إلى الفشل، وسيؤدي بأن فرنسا ستدخل بعدتها وعتادها، وهذا ما حدث بالفعل، لأنه هو يعرف أن البريطانيين والفرنسيين ينتظرون على الأعتاب لتقسيم المنطقة. لم يكن إقرار الدستور ولا الهيكلة المنظمة للدولة سبباً كافياً لثني فرنسا عن مخططاتها الاستعمارية، إذ دخلت قواتها دمشق وخرج منها رشيد رضا متخفياً عائداً إلى مصر بعد انتهاء عهد المملكة السورية سريعاً. وخلال سنوات قليلة أعلن عن إلغاء الخلافة العثمانية واستبدالها بالجمهورية التركية الوليدة عام 1924،
كانت الأمة الإسلامية ومعهم رضا أمام وضع جديد بالكامل، إذ خلى العالم لأول مرة من الخلافة الإسلامية منذ إعلانها. موقف رشيد رضا طبعاً استنكر هذا العمل واعتبره ضربة وطعنة للإسلام وللمشروع الإسلامي برمته، لكن سيكون له سجالاً مع من تبنى هذا المشروع وكان في طليعتهم علي عبد الرازق، الذي كتب عام 1925 كتابه الإسلام وأصول الحكم. كان هناك في صراع حول مراكز النفوذ في العالم الإسلامي، من يحل محل هذا المركز المحوري الذي هو الخلافة سابقا في اسطنبول، يعني قوة المركز في العالم الإسلامي أين تكمن؟ عاد رشيد رضا بعد انتهاء المملكة السورية إلى مجلة المنار، والتي غدت آنذاك إحدى أشهر المجلات الإسلامية وأكثرها انتشاراً حول العالم. كانت مطالب رضا الإصلاحية مثل فتح باب الاجتهاد الفقهي وترك التقليد ومحاربة ما أسماه البدع والخرافات تثير نقاشات واسعة، إلى جانب استكمال كتابة التفسير الذي ابتدأه أستاذه محمد عبده والذي عرف باسم تفسير المنار. فنجد أن من تلاميذته الذين وخاصة تلاميذ على سبيل المثال الصينيين أو التتار من الروس أو البوسنويين كانوا يدرسون في الأزهر، والإندونيسيين كانوا يدرسون في الأزهر ويذهبون لدروس الشيخ فتتلمذوا على يد الشيخ. وتجد على سبيل المثال أن مقالات الشيخ رشيد رضا كانت تترجم إلى اللغة البوسنوية، كانت تترجم إلى اللغات الروسية، كانت تترجم إلى الصينية، كانت تترجم إلى المالوية وهي اللغة الإندونيسية. ونجد على سبيل المثال أن التلاميذ الأزهر الذين كانوا يحضرون دروس الشيخ رشيد رضا حينما يعود إلى إندونيسيا نجد مجلة المنار للشيخ رشيد رضا ومجلة المنير، فكانوا يستخدمون نفس الاسم بشكل آخر. لم ينقطع رشيد رضا عن الشأن العام، واستأنف نشاطه السياسي بعيداً عن مراكز اتخاذ القرار، إذ شارك في العديد من المؤتمرات التي نادت باستقلال البلاد العربية وسيادتها ورفض وعد بلفور. ومع تصاعد موجات الهجرة اليهودية واستملاك الأراضي، أصدر رشيد رضا فتوى بحرمة بيع الأراضي لليهود أو المعاونة على ذلك، واصفاً مرتكبي هذا الفعل بالخيانة للأمة والملة. قضية الفلسطينية كانت من أهم المحاور التي شغلت المنار منذ بدايتها. يجب أن نبين أن الشيخ رشيد رضا وفكرته عن فلسطين هذا على جانب، وأفكاره عن الصهيونية ونموها على جانب آخر. وطبعا هما مرتبطين ببعض، لكن إذا نظرنا إلى ذلك، فكرة إنشاء دولة صهيونية في فلسطين هذا كان، وخاصة بعد وعد بلفور، كان شيئا مزعجا بالنسبة للشيخ رشيد رضا وغيره من المفكرين العرب والمسلمين. في معظم المقالات التي يكتبها الشيخ رشيد رضا عن الصهيونية كان يتهم فيها الغرب، أن الغرب هو السبب، بريطانيا هي السبب. بنى رشيد رضا خلال سنوات عمله الطويلة في المنار شبكة من العلاقات السياسية والثقافية شملت أبرز رجال الفكر والعلم في زمنه، أمثال شكيب أرسلان وجورج زيدان وابن باديس الجزائري، شبكة امتدت لتضم العديد من السياسيين كذلك، الذين كان من أبرزهم آنذاك الملك عبد العزيز آل سعود، الذي شكلت العلاقة معه مثار جدل في حياة رضا وبعد مماته. فقد كان رضا يرى أن الدعوة الوهابية كثيراً ما تتلاقى مع دعوته الإصلاحية. كان من عناية الله تعالى في عبد العزيز بن السعود أن استعمله وحده في إنقاذ حرمه وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ممن سمى نفسه المنقذ، أي الشريف حسين، وأمنه تأميناً لم يسبق له نظير إلا في صدر الإسلام، ثم ألف فيه المؤتمر الإسلامي العام. فكيف لا أنصر ابن السعود وأناضل خصومه من المبتدعين والخرافيين؟ إن مجلدات المنار 27 برهان على أنه لا يعقل أن يكون ما كتبته في تأييد ابن السعود والدفاع عنه لغرض منفعة دنيوية، لأنه عين ما كنت أكتبه قبل قيامه بما نصرته فيه،
وقبل علمي بوجوده أيضا. كون رشيد رضا يغلب عليه ثقافة الفقيه الباحث عن دولة في خضم فراغ، في خضم الفوضى، فيجد بالمقارنة في الجزيرة العربية مع الشريف حسين أن الشريف حسين فقد أوراقه وضعف، وأن علاقته بالإنجليز علاقة يعني قائمة على التبعية والحاجة. وفي الوقت نفسه كان رشيد رضا يعتقد أن هذا المشروع الوهابي السعودي مستقل عن الوصاية الإنجليزية، فأيد مشروع آل سعود. توفي رشيد رضا عام 1935 تاركاً وراءه إرثاً كبيراً من الممارسة السياسية والكتابات الفكرية الإسلامية، ليحفر اسمه عميقاً في ذاكرة التاريخ كأحد أبرز رواد الإصلاح في أوائل القرن العشرين، وفقيهاً حريصاً على الاستقرار والاستقلال في زمن الفوضى والتبعية. كان يعني عالم عولمي، وصلت أفكاره حتى إلى جنوب إفريقيا، يعني كان هناك مشتركين للمنار في جنوب إفريقيا، فنجد أنه قد بنى هذه الشبكة من المفكرين الإسلاميين حوله، وهذا ما ينعكس في مذكرات الشيخ رشيد رضا الشخصية وعلاقاته، مذكرات مراسلاته الباقية الآن في أوراقه الخاصة، والتي تبرز لنا أنه بالفعل كانت له علاقات متعددة من جنوب أفريقيا إلى الصين إلى الأمريكتين. رشيد رضا كغيره من رجالات النهضة كلهم كانوا جزء من مرحلة تاريخية سادت فيها ثقافة معينة، ثقافة التعرف على العالم، الاحتكاك بالغرب، الاستفادة منه في جانبه التنويري النهضوي، لكن أيضا في مقاومة الجانب الآخر الذي هو الاحتلال والاستعمار.